بعد شوي راح نباشر ضرب بهالسلاح، تمام؟ هذا هو اللي راح ينضرب فيه فشك عيار 30، طبعا هذا الفشك المتواجد، هذا فشك عيار 30، تمام؟ الان راح نضرب بهالسلاح. طبعا المدير العام لمايسترو راح يضرب بهالسلاح. مايسترو بير كي كل واحد اثنين، واحد اثنين اوتش، هاي ثلاث دارت، هاي اربعة بيش، هاي خمسة التة، هاي ستة يدي، سبعة سكيز، ثمانية دوكوس، تسعة اون الماس. طبعا هسلح بياخد تسعة زائد واحد، يعني التسعة بالمخزن وواحد ببيت النار، يعني عشر طلقات. الحين راح نشوف شلون راح يضرب بي. تمام هذا بيضرب، هاي عشر طلقات مثل ما شفنا. مايسترو سلاح قوي جدا، طبعا هذا الفشك الحقيقي العيار 30. الان راح نباشر ضرب بهالنوعية، هاي نفس النوعية اللي شفتها انت وطلبتها. الان راح نباشر ضرب بهالسلاح، كمان نفس العيار، طلق 30، فشك عيار 30. تمام هذا 4 زائد 1 يعني 5 فشكات ياخذ. استرسه bunu bu şekilde yaparız. 10 artı 1 yaparız. تمام. 10 artı 1 olabilir yani. تمام. الماسورة يعني يحسن انه يطور الماسورة تصير اطول بالسنتيمترات. سلاح قوي جدا كمان، رائع جدا. شكرا للمشاهدة. مايسترو مايسترو.